بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل وفيها. انسحبوا من سوريا، بيكفي استدراج للحرائق. الحريري أكد أن الحوار حاجة تحت سقف الثوابت، وجهر بتطرفه للدولة المدنية. مهرجان حاشد في البيال في الذكرى العاشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وحشود تزور الضريح وتجدد الوفاء. قتيل وثلاثة جرحى في إطلاق نار عشوائي على مبنى في كوبنهاغن في أثناء لقاء حول الإسلام وحرية التعبير. صباح الخير. بعد 10 سنوات على غيابه، كان يوم أمس يوم رفيق الحريري، وقد أطفت عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت للمشاركة في الاحتفال المركزي الذي أقامه تيار المستقبل أحياء للمناسبة، بعدا مهما ترجم في الكلمة التي ألقاها والتي رسم فيها ملامح المرحلة المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بالملفات الشائكة العالقة سياسيا وحكوميا ورئاسيا. وبعدما أكد الحريري أن لبنان ليس ورقة بيد أحد، شدد على أن الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله ليس ترفا سياسيا، بل هو حاجة وضرورة وطنية. الرئيس الحريري كرر أن دخول حزب الله في الحرب السورية هو بحد ذاته جنون استجلب الجنون الإرهابي إلى بلدنا. كان رفيق الحريري قوة الاعتدال في وجه التطرف والتعصب، وها نحن نواجه اليوم جنون التطرف والتكفير والإرهاب. إذا كان رفيق الحريري قد افتدى لبنان بحياته في مثل هذا اليوم، فالوفاء له يقتضي أن نحمي لبنان بأهداب العيون. قررنا منذ أسابيع الشروع في حوار مع حزب الله. الحوار مع الحزب كما تعلمون ليس طرفا سياسيا أو خطوة لتجاوز نقاط الخلاف بيننا. الحوار بكل بساطة هو حاجة وضرورة في هذه المرحلة. هو حاجة إسلامية لاستيعاب الاحتقان المذهبي الذي لم يعد من الحكمة التغاضي عنه، وهو ضرورة وطنية لتصحيح مسار العملية السياسية وإنهاء الشهور في الرئاسة الأولى. عم يتكرر الكلام هيدا، عم نسمعه كتير صايرين، عن اعتبار لبنان جزء من محور بيمتد من إيران لفلسطين مرورا بسوريا ولبنان. ونحن منقول لبنان مش بهالمحور ولا بأي محور. غالبية الشعب اللبناني بتقول لا لهالمحور ولأي محور. لبنان مش ورقة بعيد حدا، واللبنانيين مش سلعة عطاولة حدا. أيها الأحبة والأصدقاء، نحن وبكل وضوح لن نعترف لحزب الله بأي حقوق تتقدم على حق الدولة في قرارات السلم والحرب. الرئيس الحريري أكد وقوف تيار المستقبل مع الجيش وقوى الأمن بوجه الإرهاب والتطرف. إننا نؤكد وقوفنا وراء الجيش والقوى الأمنية قلبا وقالبا، قولا وفعلا. دعمنا للجيش والقوى الأمنية غير مشروط وبلا حدود، وهو مقرون كما يعرف القاصي والداني بخطوات عملية تضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الذاتية والحزبية والطائفية. هذا هو موقفنا في طرابلس وعكار والضنية وعرسال وصيدا.
موقف حاسم يحمي أهلنا وأحبتنا ولا يسقط في المزايدات المذهبية أو يهادن الإرهاب تحت أي ظرف من الظروف. هذه هي مدرسة رفيق الحريري وتيار المستقبل، وهذه هي الروح التي تجمع قوى 14 أذار، التي رفعت قبل سنوات شعار العبور إلى الدولة، وما زالت تؤمن بأن لا نهاية لمعاناة لبنان إلا بالعبور إلى الدولة. نحن قوة الاعتدال، ونحن منوقف مع الدولة بوجه مشاريع العنف الديني أو السياسي، وبنوقف مع الجيش وقوى الأمن بوجه الإرهاب والتطرف. أنا مش معتدل، أنا متطرف، أنا متطرف للبنان، للدولة، للدستور، أنا متطرف للمؤسسات، للشرعية، للجيش، لقوى الأمن الداخلي، أنا متطرف للنمو الاقتصادي، لفرص العمل، للحياة الكريمة، أنا متطرف للعيش الواحد، للمناصفة، أنا متطرف لبناء الدولة المدنية. نعم، الدولة المدنية، دولة القانون يلي بتحكم على كل المواطنين بالقانون وفقط بالقانون، لأنه اختلاف الفقه والدين والمذهب والتفسير ما لازم تنسحب على الدولة، ولا على الحياة العامة. هيدا كلام موجه للجميع، للمسلمين والمسيحيين. حرية المعتقد مضمونة بالدستور لكل واحد ببيته، بالجامع والكنيسة، بس الدولة هي مكان التقاء الجميع من دون تفرقة ولا تمييز. أنا متطرف للسيادة والحرية والاستقلال، لمشروع رفيق الحريري، لحلم رفيق الحريري. أنا متطرف لقوة الاعتدال يلي بيمثلها كل واحد فيكم، وحيضل يمثلها تيار المستقبل في لبنان بإذن الله. كلام الرئيس الحريري جاء خلال أحياء تيار المستقبل الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري تحت عنوان 10,100,000 مكملين. من بيروت قال الرئيس سعد الحريري كلمته، ففي الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري حضر الحريري إلى لبنان ليتقدم المشاركين في الاحتفال الذي أقامه تيار المستقبل في البيال. الرئيس ميشيل سليمان، رئيس الحكومة تمام سلام، رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وحشد من الشخصيات السياسية والدينية والعسكرية والاجتماعية والدبلوماسية حضروا إلى جانب آلاف المدعوين. النشيد الوطني بصوت السوبرانو تانيا أسيس، ثم دقيقة صمت عن أرواح الشهداء الأبرار. كلنا للوطن، للعلا، للعلم. الاحتفال تخللته شهادات برفيق الحريري لشخصيات دولية وعربية عرفت الرئيس الشهيد عن قرب، إضافة إلى شهادات لعدد من خريجي مؤسسة الحريري والذين لخصوا مسيرات نجاح ساهمت المؤسسة بها. كما تخلل الاحتفال وقفات فنية من وحي المناسبة. شريط وثائقي عن أحداث لبنان ومواقف الرئيس الشهيد عرض في الاحتفال أيضا، ليعتلي الرئيس الحريري المنصة مخاطبا اللبنانيين. نحن مكملين، مكملين وما بنيأس.
توجه تيار المستقبل ببالغ الشكر لجمهور رفيق الحريري الذي شارك في أحياء الذكرى العاشرة لاستشهاده آتين من كل المناطق اللبنانية. تيار المستقبل وفي بيان له تقدم بالاعتذار الشديد من كل محبي الرئيس الشهيد الذين قدر عددهم بالألاف ولم يتمكنوا من الوصول إلى قاعة الاحتفال نتيجة الإجراءات الخارجة عن إرادة منظمي الذكرى والضغط الذي تسبب بزحمة السير على الطرق المؤدية إلى مجمع لبيال. طلب وزير العدل اللواء أشرف شيفي من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود ملاحقة مطلقي النار خلال إلقاء الرئيس سعد الحريري كلمته في لبيال. الرئيس الحريري استقبل مهنئين بعودته إلى لبنان وتلقى العديد من الاتصالات. في بيت الوسط استقبل الرئيس سعد الحريري رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة الذي هنأه بسلامة العودة وعرض معه الأوضاع العامة. كما استقبل الحريري مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مهنئا والتقى عددا من عائلات وذوي الشهداء في حضور وزير العدل اللواء أشرف ريفي وذلك لمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. كذلك تلقى الرئيس الحريري اتصالات هاتفية للتهنئة بعودته من الخارج أبرزها من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، رئيس تيار المردة النائب سليمان الفرنجية، الوزيرين بطرس حرب ووائل أبو فعور والنواب عمار حوري غازي العريضي أحمد كرامي روبير غانم وقائد الجيش العماد جون قهوجي والوزير السابق وديع الخازن ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان ومفتي الجمهورية السابق الشيخ محمد رشيد قباني. جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمناسبة الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري و21 شخصا جدد تعازيه لعائلات ضحايا هذا الاعتداء الإرهابي وقال لقد مر عقد والرسالة تبقى وهي أن لا إفلات من العقاب. فالأمم المتحدة ملتزمة بدعم عمل المحكمة الخاصة بلبنان مع التعاون المستمر من قبل الحكومة اللبنانية. بعد الفاصل تتابعون في النشرة. الجيش والقوى الأمنية تواصل إجراءاتها الأمنية في البقاع. نواصل تقديم النشرة إلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري. توافدت أمس شخصيات سياسية ووفود شعبية حيث قرأت الفاتحة لروحه وأرواح رفاقه الأبرار. 10 سنوات مضت على جريمة العصر واللبنانيون لم ينسوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وإلى ضريحه في وسط العاصمة توافدت منذ الصباح الباكر شخصيات سياسية ووفود شعبية حيث قرأت الفاتحة لروحه وأرواح رفاقه الأبرار. ومن الزوار الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط على رأس وفد ضم نجله تيمور والنائبين مروان حميدي وغازي العريضي. كما زار مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري الضريح والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري والنائب بهية الحريري والسيد شفيق الحريري ووضعوا عليه كليلا من الورد. كذلك وضع إكليلان باسم الرئيس نبيه بري والرئيس تمام سلام. وزار الضريح أيضا الوزيران نهاد المشنوق وميشيل فرعون والنائب جمال الجراح السيد علي الأمين والوزير السابق حسن السبع. بعد 10 سنين من اغتياله بعده هو الحد الفاصل بين الحق والباطل وكل الباقي كذب. ما في حقيقة قده، ما في قدرة قده، ما في وطنية اللي باقي منها قد كل البلد. نحبك ونحن معك يا رجل الأحلام الكبيرة، يا رجل الإرادة الجبارة التي لا تعرف المستحيل. وكل مظهر حضاري يشهد لهذا الرجل أنه عصي على الموت. إننا نؤكد أن مسيرتنا ستظل مستمرة باستشهاده وإنه فعلا أوجد باستشهاده الاستقلال الثاني في هذا الوطن. رفيق الحريري رح يبقى بقلبنا سبب للأمل وللتطلع إلى المستقبل وإنه نشوف أولادنا مثل ما هو حلم فيه. مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار زار ضريح الرئيس الشهيد بالإضافة إلى وفود كشفية وطالبية وشعبية من كافة المناطق اللبنانية. وفي تمام الساعة 1:05 أضيئت الشعلة في نفس المكان الذي وقعت فيه جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في قلب العاصمة بيروت
كتحية من اللبنانيين لروح الشهيد وتأكيدا على الاستمرار على نهجه واستنكارا لهذه العملية الإرهابية. بعد 8 سنوات على خطابه الشهير في ساحة الحرية عام 2007، أكد النائب وليد جنبلاط أنه لم ينسى التعبير التي استعملها لوصف الرئيس السوري بشار الأسد. لنقول لك يا طاغية دمشق، يا قردا يا قردا لم تعرفه الطبيعة، يا أفعى يا أفعى هربت منه الأفاعي، يا حوتا لفظته البحار. 8 سنوات مرت على هذا الخطاب الناري في الذكرى الثانية لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والذي لم ينسه اللبنانيون حتى اليوم. فعلى تويتر استعاد أحد المواطنين الكلمات التي استعملها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لتوصيف الرئيس بشار الأسد وتذكيره بها، فرد جنبلاط سريعا بتغريدة قال فيها: ولا أنا نسيت. وصلت قوى الجيش إجراءاتها الأمنية المشددة في منطقة البقاع، حيث قامت بتنفيذ سلسلة عمليات دهم في منطقة الحمودية وبلدات أخرى. وقد أسفرت هذه العمليات عن ضبط معمل لتصنيع المخدرات مع أدوات التصنيع وكمية من المواد المخدرة. كذلك نفذت القوى الأمنية عمليات دهم في بلدة مقن وفي محيط الطريق الدولي، وتمكنت من توقيف مطلوبين جدد في منطقة الطيب في بعلبك. بحث رئيس الحكومة تمام سلام مع الرئيس نبيه بري في عين التين آلية عمل الحكومة بعد الخلاف الأخير. وقد قدم رئيس الحكومة طرحا يقضي بالتصويت بالثلثين على كل المواضيع، وهو أمر ما زال قيد النقاش. بعد الخلاف الأخير في جلسة مجلس الوزراء وتعثر عمل الحكومة بفعل التباين حول بعض القضايا، توجه رئيس الحكومة تمام سلام إلى عين التيني، حيث التقى الرئيس نبيه بري وقدم طرحا يقضي بأن يكون التصويت في جلسات المجلس بالثلثين لكل المواضيع. مصادر عين التيني تقول أن الطرح يحتاج إلى نقاش، خصوصا وأن الرئيس بري متمسك بالنص الدستوري وبتطبيق المادة 65 من الدستور، والتي تقضي باعتماد تصويت النصف زائد واحد في الأمور العادية وتصويت الثلثين في الأمور المهمة. سلام خرج دون الإدلاء بأي تصريح، لكن مصادره تؤكد بدورها تمسكه بالنص الدستوري وسعيه في الوقت نفسه إلى تسهيل آلية عمل الحكومة. وتوضح أنه استند في طرحه هذا إلى التجارب التي عطلت البتة في العديد من القرارات. وتؤكد المصادر الوزارية أن المشكلة تكمن عندما يقع الخلاف على مسألة معينة، فيعترض أحد الوزراء بما يمثل ويرفض التوقيع على المرسوم، ليتوقف البحث داخل المجلس وتبدأ الاتصالات للبحث خارج إطار الحكومة. ومن هنا تقول المصادر أن الحديث بدأ عن ضرورة عدم إيقاف إقرار أي موضوع داخل المجلس، ومن لديه اعتراض أو تحفظ من الوزراء يسجل في المحضر. ومن وجهة نظر سلام وبحسب مصادره فهو يقول: إذا كنا نريد تنفيذ نظام مجلس الوزراء ونسهل العمل ولا علاقة لهذا بالشغور الرئاسي، فيجب أن تتخذ القرارات بالثلثين، وتحت الظروف الاستثنائية يصبح التوقيع بالثلثين ساري بالنسبة لإصدارها. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة بعد الشغور الرئاسي كانت تحاول السير بالتوافق، وعندما تعذر الأمر في كل المواضيع بدأ التباين يظهر إلى العلن بشكل كبير. زارت عائلات 3 عسكريين مختطفين في جرود القلمون أبناءها، وصفة أوضاعهم بالمأساوية. بعد مرور أكثر من شهرين على الزيارة الأخيرة لذوي عائلات العسكريين المخطوفين في جرود القلمون، قامت عائلة الجندي عبد الرحيم دياب المخطوف لدى تنظيم داعش بزيارته منذ عدة أيام، وصفة وضع ابنها بالمأساوي. العائلة أشارت في بيان لها إلى أنه نزولا عند رغبة بعض أعضاء لجنة المتابعة، والتزاما بالسرية التي يسير عليها هذا الملف، وحفاظا على حياة ابنهم، رفضوا التكلم بتفاصيل هذه الزيارة. والد الجندي المخطوف محمد حسين يوسف أكد في حديث لتلفزيون المستقبل أن كلا من عائلة الجندي جورج خزاقة وزوجة الجندي زياد عمر المختطفين لدى جبهة النصرة زاروهما في الجرد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في مسار الانفراجات الإيجابية التي يشهدها الملف. يعني الوصف اللي بدي أقول لك أكيد في أهالي قبل مرة راحوا، ويمكن في منهم وصلوا بحالات هستيرية. أكيد أمه لعبد الرحيم زياد امبارح الحالة اللي رجعت فيها حالة بينبكى عليها دم، مرأة كبيرة عمر 70 أو أكثر من 70 سنة،
ترجع بعد ما تشوف ابنها بحالة منهارة، بحالة عصبية كتير سيئة ونقلوها للمستشفى. يعني الوضع أكيد ما بينوصف، كتير مؤسف ومزري ومؤلم ومخيف إذا بدك، لدرجة أنه آخر شيء هي مثل اللي صار عندها حالة من اليأس والقلق والخوف، رجت ناشدت اللواء عباس إبراهيم ودولة الرئيس وائل بفاعور لأنه يجعوا يسرعوا بهذا الملف، وحملتهم أماني وقالتهم ابني أماني برقبتكم. ما بتصور هن عم يعطوا أي معلومات للأهالي، يعني الأهالي عم بيحاولوا بس أنه يطمنوا أو يشوفوا أولادهم شوي، حتى يمكن ما عم بيصير في مجال أنه ياخدوا يعطوا كتير مع أولادهم أكثر من أنه يشوفوهم ويطمنوا عنهم، ما عم يسمحوا لهم. نحن بهيدي المرحلة الحالية أكيد نحن بحالة قلق وخوف وترقب، وما في داعي يعني نعمل أي تحرك أي ردة فعل، طالما المفاوضات ماشي بشكل بنعتبره مقبول إلى حد ما وإيجابي أكيد ما عندنا تحركات، لأنه ما كانت من البداية هدفنا التحركات التصعيدية. يوسف ناشد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ووزير الصحة وائل أبو فعور الإسراع بهذه المفاوضات، معتبرا أن حياة هؤلاء الجنود في أعناقهم. بعد الفاصل تتابعون في النشرة. مجلس التعاون الخليجي يدعو لقرار تحت الفصل السابع في اليمن. نواصل تقديم نشرة صباحية. قتل شرطي دنماركي وجريح ثلاثة من زملائه في إطلاق نار عشوائي خارج مبنى في كوبنهاجن كان يعقد فيه لقاء حول الإسلام وحرية التعبير بحضور السفير الفرنسي. والسويدي سبق ورسم رسوما كاريكاتيرية عن النبي محمد، وقد تمكن مطلق النار من الفرار بسيارة، فيما دعت الشرطة سكان كوبنهاجن لإبلاغها أي معلومات تتعلق بالمهاجم. وفي أول رد فعل دان وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس هذا الهجوم بأشد العبارات، مبديا وقوف بلاده إلى جانب الدنمارك في محاربة الإرهاب. دعا وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي إلى قرار دولي تحت الفصل السابع في اليمن، وأكدوا رفضهم الإعلان الدستوري الذي فرضه الحوثيون بعيدا انقلابهم. وكان وزراء خارجية مجلس التعاون عقدوا في مطار قاعدة الرياض الجوية اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الدولة الحالية خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن. ودعا العطية في كلمة له خلال الاجتماع إلى اتخاذ قرارات خليجية وعالمية للحد من التمرد الحوثي. أفاد الناطق باسم قيادة الثورة في درعا جمال الوادي أن المبادرة في المعارك الدائرة في درعا والغوطة بيد الثوار والجيش الحر، مؤكدا أن النظام وحلفائه الإيرانيين وحزب الله باتوا في موقع الدفاع. واعتبر في تصريح لصحيفة عقاد السعودية أن معركة درعا والقنيطرة سترسم مستقبل الثورة السورية باعتبارها معركة مصرية، وتحدث عن أسر الثوار لعناصر أفغانية وأخرى من حزب الله سيتم الإعلان عن هويتهم في اللحظة المناسبة، وهناك جثة تعود لضابط إيراني كبير. نجحت القوات الكردية بالسيطرة على 163 قرية على الأقل كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش في محيط مدينة عين العرب الحدودية، فيما واصل الطيران الحربي السوري غاراته على غالبية المحافظات السورية موقعا عددا من القتلى والجرحى. مئة وثلاث وستون قرية على الأقل كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش حول مدينة كوبان السورية الحدودية مع تركيا، باتت الآن تحت سيطرة القوات الكردية التي تدعمها غارات التحالف الدولي الجوية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعد تصديها لمقاتلي داعش خلال الأسابيع الثلاث الماضية. هذا ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد أن تقدم القوات الكردية يسير بوتيرة بطيئة بسبب تجدد الاشتباكات إلى الغرب والجنوب الغربي من مدينة عين العرب كوباني، حيث نقل التنظيم المتشدد مقاتليه. أما على أرض الميدان السوري فتتواصل الغارات الجوية التي تنفذها المقاتلات الحربية التابعة للنظام، حيث استهدفت الغارات محيط مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب. وفيما أعلن الثوار في الغوطة الشرقية مقتل 15 عنصرا لميليشيات النظام على أطراف مدينة دوما قرب مخيم الوافدين، استهدف النظام بصواريخ أرض مدينة دارية في ريف دمشق الغربي.
في المقابل واصل النظام قصف المدنيين في مدينة دوما، بحيث استهدف الطيران ملاجئ يختبئ فيها السكان هربا من القصف. إلى ذلك شن الطيران الحربي 5 غارات جوية على مدينة اللطامنة بريف حماة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. ونصل في ختام النشرة إلى التذكير بعناوينها: انسحبوا من سوريا، بيكفي استدراج للحرائق. الحريري أكد أن الحوار حاجة تحت سقف الثوابت، وجاهر بتطرفه للدولة المدنية. مهرجان حاشد في لبيال في الذكرى 10 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وحشود تزور الضريح وتجدد الوفاء. قتيل وثلاثة جرحى في إطلاق نار عشوائي على مبنى بكوبنهاغن في أثناء لقاء حول الإسلام وحرية التعبير. النشرة الصباحية انتهت، شكرا للمتابعة، ونتمنى لكم بقية يوم هادئ. إلى اللقاء.